كريم مساء الخير. الو كابتن زاهر. ابامبو كابتن سيف الف مبروك حبيبي. كابتن سيف حبيبي مبروك النهارده بارك، ومبروك ادائك الفتره اللي فاتت الحقيقه رائع. الحمد لله والله كابتن سيف، ده تعب بعد تعب والله، وده يرجع للفضل للجهاز الفني واللعيبه بتاعتي وكابتن كريم حسن شحاته، كلهم كانوا مساندني وبشكرهم والله. كابتن خالد الحقيقه عامل اداء رائع، وكريم شحاته عامل اداء اكثر من رائع. طبعا كابتن خالد مدير فني محترم جدا جدا، بيتعب على قد تعبه ربنا بيديله، شغله باين في الملعب، بتتعادل مع الـ مع مع بيراميدز ومع الاهلي، ويكون خسران وانت تتعادل، يعني مش انت تكون كسبان وانت عارف ان الاهلي لما يكون كسبان صعب انك تتعادل معاه، فلا انت بترجع معاه في النتيجه، وثاني ماتش بعد كده بيراميدز بتعمل نفس الحكايه، فده باين يعني. وكابتن كريم طبعا واقف معانا حلل لنا كل المشاكل بتاعتنا، فبشكره وبشكر كابتن كريم جدا، بشكر كابتن خالد، وان شاء الله السنه دي نبدا في الدوري الممتاز ان شاء الله. راجع ان شاء الله باذن الله الزمالك ولا هناك وجهات نظر اخرى؟ والله ما اعرف، انا يعني ما فيش اتصال بيني وبينهم، ما اعرفش الدنيا ماشيه ازاي، انا كنت يعني بسمع زي الناس بقى، مره اسمع ان كاسترون لا عادي اعاره الفتره اللي فاتت كريم لا يرجع، مش عارف ما اعرفش الدنيا فيها ايه. اللي بيكلمني على طول شيكا، يعني شيكا اول ما مشيت والله هو الوحيد اللي بيكلم، يعني في لعيبه بتكلم، كل لعيبه الزمالك كلها بتكلمني، بس شيكا كل بعد كل ماتش بيحفزني اعمل كذا، لا المفروض تعمل كذا، فانا بشكره جدا، واقف معايا وقفه غير طبيعيه، بشكره جدا جدا جدا، فهو الوحيد يعني اللي متواصل معايا بيني وبين النادي يعني. انت احلامك وطموحاتك ايه؟ هل سنه كمان اعاره؟ هل سنه كمان تلعب؟ ولا لو الزمالك نادى عليك تكون موجود؟ طبعا ان انت تلعب تشيرت نادي الزمالك، يعني رحت اعاره مش عشان اثبت ان انا كويس يعني، ما كانش معايا حظ السنه ونص اللي قعدتهم في الزمالك، الست شهور دي ربنا الحمد لله بعد توفيق من عند ربنا وتشجيع زمايلي ليا، حاولت ان اكون يعني اقدم مسؤوليه، لو الزمالك طلبني طبعا في اقرب وقت هرجع، ده شرف ليا ان انا ارجع تاني نادي الزمالك. بس اتمنى لك يا رب كريم كل التوفيق ان شاء الله، وينتهي الموسم وتحقق كل احلامك حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك حضرتك يا كابتن. شكرا، اشكرك شكرا جزيلا كريم.